مخرجات هذا اللقاء نشاهد معه. وكما تفضل معاليه فإن العلاقة بين السودان وروسيا هي علاقة ممتدة وثابتة ومستدامة عبر مختلف التغييرات التي حدثت في روسيا والسودان لمدة تزيد الآن عن 65 عاما. وفي الجلسة المغلقة قمنا بمناقشة القضايا الثنائية فيما يخص الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بصورة معمقة، ونحن نقدر بصورة كبيرة لروسيا الدعم الذي لاقته حكومة ثورة الثورة. نعم، إذن شكر لروسيا على الدعم الذي لاقته حكومة الثورة. أيضا تحدثت وزيرة الخارجية عن قضية إعادة تشكيل اللجنة العليا بين البلدين وأنهم توافقوا على عدة نقاط، نشاهد ما الذي توافقوا عليه. فقد توافقنا على أن يعاود اللجنة السياسية العليا، اللجنة التشاورية السياسية العليا، واللجنة الاقتصادية التي يترأسها وزير المعادن في السودان أن تواصل نشاطها لتفعيل كل العلاقات التي تضم بلدينا. ونقدر الدعم الذي قدمته روسيا، إذا اليوم نتوقع أن يتم توقيع ورقة اتفاقية تفاهم مشتركة ما بين وزيري المالية في البلدين بإعفاء دين مهم يساعد السودان بعد أن بلغ نقطة القرار في مبادرة الدول الأكثر فقراً، ليساعد ذلك في اجتماع نادي باريس المرتقب خلال الأيام القادمة. ومن المرتقب لتفعيل هذه اللجان المهمة والتي يقوم عليها المسؤولون في البلدين أن يكون إثر ذلك تعاون كبير ومواصلة وتفعيل لهذا التعاون في مختلف الأطر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من تواصل ما بين رجال المال في البلدين وبما فيها الدعم في البنى التحتية، السكة حديد، والمسائل الاقتصادية والثقافية والتدريب للشباب والنساء. خاصة وأن العلاقات السودانية الروسية تحظى باهتمام كبير من قبل كافة مكونات الحكومة السودانية بشقيها، العسكري منه والمدني بصورة متكاملة يصوغها مجلس الشركاء ويؤكد عليها، كما يدعمها التوجه في السودان نحو العالم جميعه وفق مصالح السودان، ووفق أن يكون السودان دولة ذات علاقات مع كل دول العالم بصورة تحفظ وتؤمن مصالح الشعب السوداني. إذن بصورة تؤمن مصالح الشعب السوداني، هكذا تقول وزيرة الخارجية. ربما هي كررت نفس النقاط التي مر عليها وزير الخارجية الروسي، لكن كان لافتا حكاية اتفاقية موضوع الديون، وأن روسيا ربما ستلتزم التزامات يعني أو يأخذ منها وعود بإعفاء بعض ديون روسيا على السودان. كيف تنظرون لهذه القضية؟ طبعا الدين الروسي على السودان ليس كبيرا، يعني روسيا ليست من الدول الدائنة الكبيرة. وأعتقد موضوع الدين نوغش أكثر من مرة في السابق، يعني في كل جولات التفاوض السابقة، وأظنه يعني لا يصل حتى 50 مليون دولار تقريبا، يعني أنا لا أذكر الرقم بدقة، لكن دين قليل جدا. لكن الذي فات، يعني لو كان هنالك تحضير جيد، هنالك قضايا مهمة جدا كانت مطروحة على طاولة البحث بين السودان وروسيا. السودان وروسيا كانوا من أكثر من 10 سنوات، من 2011 و2012، يتناقشوا في قضايا كبيرة جدا، في بنك مشترك لتمويل مشروعات البنى التحتية، معالجة قضايا الطاقة، تطوير السكك الحديدية، تطوير المواني، وكذلك الدعم الروسي أو التعاون السوداني الروسي في تدفقات سلعة مثل سلعة القمح والدقيق للسودان. وكانت هنالك أفكار متقدمة جدا في نقل التجارب الروسية في شأن قضايا الخبز، مثل الخبز المخلوط أو التوسعة في زراعة القمح في السودان وفق التقنيات الموجودة في روسيا، كذلك قطارات مختلفة وحتى قطارات أنفاق في السودان. كانت توجد مشروعات كبيرة مطروحة في طاولة البحث بين البلدين، وكذلك مشروعات التعدين في السودان.
فأنا أعتقد أن هنالك فرص كبيرة للتعاون مع روسيا إذا وضع السودان استراتيجية للتعاون مع روسيا. لكن أنا أرى الآن في كل ملف العلاقات الخارجية لا توجد استراتيجية لدى الحكومة الانتقالية الموجودة الآن في كيفية التعامل مع العالم. نسمع ألفاظ، نسمع شعارات، نسمع أقوال، لكن لا توجد استراتيجية محددة تعبر عن مصالح السودان حقيقة التي يتحدثون عنها. يتحدثون وفقا للمدرسة الكلامية الموجودة الآن في السلطة تتحدث، ولكن لا توجد رؤى وأفكار محددة وتقوم على سيقان واضحة تدعم مصالح الشعب السوداني بشكل واضح. خلينا نشترك يعني بعض الجمهور، يعني علي عثمان بيقول لك روسيا لا يؤمن جانبها، كما باعت العراق لأمريكا من أجل مصلحتها ممكن تبيع السودان. طبعا ما يعني دي قضية مختلفة عن القياس نفسه، هنا قياس غير منطقي. ده كانت هنالك في أزمة إقليمية وأزمة دولية وهنالك تحالف دولي، وفي ذاك الوقت روسيا نفسها كان أول الاتحاد السوفيتي، كانت روسيا في وقتها يعني الأوضاع كانت يعني. الأوضاع كانت متضعضعة يعني الاتحاد السوفيتي مع سقوطه تزامن مع دخول العراق الكويت، لكن تلك الأزمة وتلك ذاك الخطأ العراقي الكبير بدخول الكويت لم يجعل روسيا تتعاطف التعاطف الكامل، لأنه موقف كان موقف لا لكن سياسي. ربما يشير ل 2003 يا يعني أستاذ، يعني إذا حتى 2003. يعني هو 2003 يعني تبع زيول لما حدث في أغسطس 1990، لكن عموما السياسة الروسية حتى ذلك الوقت كانت سياسة مضطربة، وروسيا طلعت من حدث مهول هو تفكك الاتحاد السوفيتي، ولم يكن بمقدور روسيا أن تفعل شيئا لأن نظام العالم الجديد تأسس في ذاك الوقت بقطب واحد بعد أن كانوا قطبين، فلذلك القياس هنا ضعيف جدا. لكن الآن روسيا في موقف أفضل وأقوى، الاقتصاد الروسي الآن أصبح في أفضل حالاته، التأثير والنفوذ الدولي الروسي بدأ يستعيد هذا الوجود، روسيا بدأت لاعب خارج الحدود، يعني روسيا الآن موجودة في سوريا، روسيا موجودة في مناطق مختلفة في العالم، وروسيا الآن اتجهت إلى الاستثمار، اتجهت إلى التعاون مع أفريقيا، مع أمريكا اللاتينية، حتى مع أوروبا بدأت تصنع تحالفات في أوروبا. روسيا تواجدت في الأزمة الليبية، تتواجد في العمق الأفريقي، الآن تتواجد في القرن الأفريقي بشكل كبير، داعم لإيران طبعا كحليف دولي لإيران، توجد تحالفات دولية جديدة ناشئة مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، يعني دول البريكس، كل هذه الأمور تجعل من روسيا الآن غير روسيا السابقة 1990. فلذلك المواقف الروسية الآن إذا استثمر السودان استثمار جيد ربما يقطف السودان بعض الاستثمار. طيب هنا خليني أخذ أستدل بكلام يعني أحد المعلقين محمود مقلد كما يظهر هكذا اسمه، بيقول لك روسيا كغيرها تنظر لمصالحها فقط. وأنا هنا أتوجه بالسؤال، يعني كثير هذا ربما كثير من المتابعين بيقول لك كلام ده، يقول لك الدول دي ما بتنظر لمصالحها، هل من الخطأ في السياسة الخارجية أن تنظر الدول لمصالحها؟ ما هي العلاقات الدولية تصنع، يعني هي لعبة مصالح كل العلاقات الدولية، حتى علاقات الأفراد في الحياة، يعني هي منافع متبادلة ومصالح مشتركة، وانت خذوهات يعني تديني وانا اعطيك. روسيا استفادت من علاقاتها مع السودان انها فتحت لها المجال في التواجد في العمق الأفريقي، في أفريقيا الوسطى، متواجدة في مناطق ثانية، في وجود الآن روسي في شرق الكونغو، تواجدت في ليبيا، الآن ألقت بشغلها في القرن الأفريقي، موجودة على البحر الأحمر، يعني روسيا موجودة الآن حول السودان وفي جوار السودان، وذلك بمساعدة السودان. كذلك روسيا تنظر إلى أن فرص الاستثمار في السودان والاستفادة من موارد السودان كبيرة، فلا تريد أن تفقد بلد مثل السودان، وهذه النظرة ليست جديدة، هي نظرة قديمة جدا من أيام الاتحاد السوفيتي، عندما أيد الاتحاد السوفيتي قادات الاستغلال استغلال السودان، وكان من أوائل الدول التي أيدت السودان وأقامت علاقات دبلوماسية مع السودان. روسيا تعلم جيدا ما الذي يوجد في السودان، الثراء الطبيعي، ثراء الموارد الطبيعية الموجود في السودان، فلذلك لم تفرط في السودان. هذا من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية كما قلت أن السودان وروسيا يعني حلفاء كغير حلفاء كغيره ومثله مثل حلفاء روسيا في المنطقة، وأنا ذكرت عندما حدث موضوع جزيرة الغرم
يعني موقف السودان لا يزال لديه صدى واسع جدا في روسيا، أن هذه الدولة المحاصرة، هذه الدولة المحاربة من الغرب تتخذ موقفا، كانت دول الغرب كلها تقف مع أوكرانيا في ذاك الوقت. وبرغم أن السودان لديه كان مصالح اقتصادية مع أوكرانيا، صناعة الطائرات، الطائرات الموجودة الناس سموها روسية دي كلها الانتينوف غير كلها طائرات أوكرانية. فلذلك السودان رغم كل ذلك ورغم الضغوط يعني ساند الحق الروسي في جزيرة الغرب. وأنا أعتقد أن روسيا مهما فعلت لن تكافئ السودان على ذاك الموقف، لأنه من الدول العشر التي صوتت لصالح روسيا في ذاك القرار.